واخد بالك كويس قوي. اه والله انا بتالت يعني طول الوقت واخد بالك. مش قوي والله. مركز. انا مستريح معاك يعني لما كنا نعمل مقابله مستريح. حاسس نفسي انه مع اخويا الكبير يعني. الله يخليك. قدام المرايه في انه الفنان رامي عياش بيقدر يعبر كويس قوي عن مشاعر الاخرين ويقول بدلهم اللي هم نفسهم يقولوه ومش عارفين. صحيح. قدام المرايه انه الفنان رامي عياش عنده القدره انه يقنع حد بالتغيير اللي المفروض يعمله عشان حياته تبقى أفضل، وبيقدر يحط له كمان الخطوات الأساسية اللي تخلي حياته أفضل بالتغيير ده. قدام المراية الفنان رامي عياش بيتعاطف تماماً مع الآخرين وبيحس بكل مشاعرهم الحلوة والوحشة. ورا المراية بقى الفنان رامي عياش ما بيهتمش بمشاعره الشخصية، ما بيهتمش بحاله، اهتمامه كله مصب على الآخرين. ورا المراية الفنان رامي عياش إذا كنا بنسمع إنه خفيف الدم فواضح إنه خفة دمه أكتر من اللي إحنا بنسمع عنها، لكن ما بتظهرش لأنها ورا المراية. ورا المراية يعني إيه، بيمارسها مع نفسه ولا مع أصدقائه؟ لأن الكارت اللي وراها على طول كارت الصداقات. واضح إنه الفنان رامي عياش بيكون على راحته وعلى سجيته أكتر حاجة بس مع أصحابه القريب. صحيح. خلصت المراية. خلصت المراية وخلصت مليون بالمية. ما شاء الله عليك. أستاذ رامي فاضل لنا نص دقيقة، حضرتك هتبص الكاميرا بتاعتك ديت وتبعت برقية لرامي عياش الإنسان، تقول له إيه؟ بقول له إني قد ما تخبي في ناس بتكشفك. بقول له إنه ياخد باله من نفسه ومن صحته وبس، لا أكثر ولا أقل.